A person whose job is to make people and save. الشخص الذي وظيفته يجعل الناس في مأمن. لاحظ save. يا هو policeman. رجل الشرطة. A person whose job is to teach in schools. الشخص الذي يدرس وظيفته التدريس أو التعليم في المدارس. شو نصيح له؟ teacher. سهلة هاي. A factory for changing sugar and oil from natural states, refineries. قلناهن الساعة هاي. A pilot. عرف الـ a pilot. استاذ تجينا غير صيغة هسه راح لو كان الصيغ الوزارية. بس هسه خلنا نخلص منها عشان بقينا 40 كن لو 5. A pilot is someone who flies plane. الطيار هو شخص يطير الطائرة. Activities like running, jumping and swimming. شو نصيح له؟ athletics. استاذ موسى اخذناها وقلنا عليها sports. تمام قلنا عليها sports صحيح. اما ما جتني sports جتني athletics. ايضا تقول هل هذه تمام تمام. Is someone who takes orders for food. هو شخص ياخذ الطلبات مال الطعام. شو نصيح له؟ waiter. نادل زين. بعد Is someone who takes care of sick animals. الشخص هو شخص يهتم في الحيوانات المريضة. شو نصيح له؟ vet. بيطري. اوكي okay.